عزيزا لنشر ثقافة الوعي البيئي والسياحي، دأبت رئاسة الجامعة التقنية الجنوبية بالعديد من المبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع. اليوم طلبت الكلية التقنية الهندسية بصرة قسم هندسة البيئة والتلوث حملة توعوية بيئية للمواقع الأثرية والسياحية لتسهم بإظهار المحافظة بالمظهر اللائق. وهكذا هي المبادرات التي تنطلق من الجامعة دائما لخدمة المجتمع والإسهام والشراكة مع كافة الشرائح المجتمعية. برعت سيد رئيس الجامعة التقنية الجنوبية الأستاذ الدكتور عدنان عبد الله عتيق وعمادة الكلية التقنية الهندسية، أقامت اليوم الكلية التقنية الهندسية حملة تنظيفية وتوعوية في جبل سنام، وذلك على حملة وتشمل الحملة التنظيف عدة من عدة أشياء من النفايات وغيرها. وكذلك ندعو بعض الجامعات جامعات البصرة على إقامة هذه الحملات. طلبت المحافظة البصرة وجامعات البصرة بالأخص على إقامة هكذا حملات، وذلك هي لدعم المحافظة ومساعدة أخواننا في البلدية وغيرها منهم ولإظهار المحافظة بأجمل شكل.